جيمس كاميرون مخرج وكاتب سينمائي أمريكي من أصل كندي، حقق شهرة عالمية وتم اعتباره أبرز مخرج العصر. تعد أفلام كاميرون الأعلى إيرادات في التاريخ. حقق فيلمه أفاتار مبلغ 1 مليار دولار أمريكي عند عرضه عام 2009، كما حقق فيلمه تايتانيك مبلغ 1.8 مليار دولار عند عرضه عام 1998. لم يدرس كاميرون السينما، وكان دخوله إلى هذا العالم صدفة بحتة. ففي السبعينات شاهد فيلم حرب النجوم للمخرج جورج لوكاس، ومن شدة شغفه بالفيلم قرر كاميرون أن يكون مخرجاً. ولد كاميرون في 16 من أغسطس عام 1954 بكندا. كان والده مهندساً، أما والدته فكانت ربة منزل. أنهى كاميرون دراسته الثانوية والتحق في الجامعة بتخصص الفيزياء، ولكن سرعان ما ترك اختصاصه لأسباب غير معروفة ليتزوج ويعمل كسائق شاحنة. جمع كل كتب الإخراج التي استطاع الوصول إليها، وقرأ الكثير من المقالات، وأنفق الليالي والساعات وهو يبحث في هذا العالم الواسع. استقال كاميرون من وظيفته وأنفق كل مدخراته في شراء الكاميرات والكتب، لدرجة أن زوجته انفصلت عنه وطردته من المنزل، ولم يعد أمامه سوى الشارع. عاش كاميرون مشرداً لفترة من الزمن، ينام على الأرصفة ويفترش الكراتين ويأكل من بواقي الطعام ويتغطى بالجرائد. ذات يوم وأثناء غفوة على الرصيف لمعت بعقله فكرة فيلم الفاني Terminator، ويدور الفيلم حول روبوت قادم من المستقبل ليدمر الحاضر. كتب كاميرون السيناريو على عجل وبدأ بإرساله لشركات الإنتاج. بعض المنتجين سخر منه والبعض الآخر طرده، حتى حالفه الحظ ووافقت إحدى الشركات على الإنتاج، ولكن بميزانية محدودة. كان الجميع متأكدا من فشل الفيلم إلا كاميرون الذي آمن بحلمه. حتى أرنولد شوارزنيجر بطل الفيلم كان مترددا بالمشاركة لتأكده من سقوط الفيلم، لكنه وافق على لعب دور البطولة لعدم إيجاده لعمل بديل في تلك الأيام، لأنه كان في بداياته أيضا. عند طرح الفيلم عام 1984 حقق 78 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر، محطما كل الأرقام في ذلك الوقت. صنع الفيلم نجومية كاميرون وأرنولد، وتم تصنيفه كواحد من أجمل أفلام البشرية. واحتفظت مكتبة الكونغرس الأمريكي بنسخة رسمية في سجلاتها. على المستوى الشخصي تزوج كاميرون 5 مرات، انتهت زيجاته الأربع بالطلاق وبأربع أولاد. زوجته الحالية والخامسة هي الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة والممثلة وعارضة الأزياء السابقة سوزان إليزابيث. شاركنا ما أجمل فيلم شاهدته لجيمس كاميرون.